الجزء دي بسأل نفس الأسئلة اللي هم البريشر، فبدنا نطلع هلا البريشر سمول دي اكستنشن، والسمول دي اكستنشن نفس اللي شرحت يعمل الفورس تبعت الاكستنشن اللي هي عفوا هون التراكشن، الكي تبعت التراكشن هون التراكشن راح تكون اف ريتراكشن اللي هي نفسها، بس هون راح يكون عندي اي بي ماينس اي ار. اي بي ماينس اي ار ما حطيناهاش احنا هون، هاي حطينا اي بي ماينس اي ار. أنا مضبوطة على 1.52، فهذه راح تصير عندي P retraction راح تكون 4450 على 1.52 times 10 to the minus 2 اللي هي area minus 3 لما هي area هاي 10 to the minus 3 للأسف هاي متر سكوير، ف 4450 على 1.52 times 10 to the minus 3 تعطيني 2.93، هاي اللي كنا نحكي عنها قبل شوي، هاي 2.93 فهو البريشر على البريشر مش 2.2 رح يوصل 2.93، ففي حالة الريتراكشن حتى يحقق نفس الفورس رح تكون البريشر أعلى، لازم نحط البريشر أعلى منه، البريشر الأعلى نوصل 2.93، فالبريشر اللي فار لسه هتكون أعلى من 3 ميجا باسكال. بعدين عندنا ال V، هلا بدنا نشوف السرعة كمان، سرعة الريتراكشن، هلا سرعة الريتراكشن ما دام الفلو عندي نفسه بس الاريا أقل شو راح يصير بالسرعة؟ زيرو راح يصير أعلى، وهون كانت عندي السرعة 0.622 لكن الآن أنا عندي الفلو نفسه اللي هو 1.261 هذه اللي هي E صارت هون 1.261 times 10 to the minus 3 على 1.52 times 10 to the minus 3 بعطيني سرعة ممتازة 0.8296 meters per second، في حين كانت السرعة هون 0.622. فبحالة الريتراكشن عمالي برجع بسرعة أعلى بس على نفس الفورس، معناها الباور أعلى، إذن الباور هلا صارت EF، الباور تبعت الريتراكشن بتساوي الفورس تبعت الريتراكشن V ريتراكشن وتساوي 4450 مضروبة في 0.8296 وتساوي 3694 واتس، في حين كانت الباور هون 2768. إذن هذا عمل اختلاف كثير، مساحة الرود هاي الاريا تبعت الرود اللي أخذته من مساحة البستن في الريتراكشن أدى، واللود نفسه أنا مضطر أسحب نفس اللود أدى يكون عندي حاجة للباور أعلى وبريشر أعلى، أو هاي طبعا بتساوي بريشر ريتراكشن في كيو اللي هي 2.93 ميجا باسكال 10 to the 6 مضروبة في الكيو اللي هي كانت 1.261 times 10 to the minus 3 بطلع معي نفس الرقم اللي هو بطلع، هو بيختلف شوي صغير بعرفش ليش، هاي هون بتطلع صحيح معي 3691 وهاي 3694 يمكن يكون تقريبا عامله في مكان معين الاختلاف، بس هدول النظريا الرقمين يكونوا نفس الشيء، اوكي؟ اذا عندي الباور اعلى والبريشر اعلى فانا محتاج البريشر اعلى في الرجوع، ما بقدر اتخلص من الرود، انا مجبور على الرود، الديزاين تبع السلندر مجبور على الرود، الكل فاهم؟ هذه هون ما بقدر اتخلص منها، والاريا تبعت الرود لها حسابات، بتعرفوا تحسبوا التنسايل سترينث والكومبرسيف سترينث تبعها؟ نقدر نحسبها هلا لانه احنا عارفين الاريا، ها؟ كل فاهم شو قصدي؟ إذا بدي أحسب هلا هون ال التنسايل مثلا خلينا نحسب التنسايل ستريس، التنسايل إيمتى راح يصير بأي حالة تنسايل؟ بالإكستنشن لا كومبريشن راح يصير بالإكستنشن، بالريتراكت راح يصير تنسايل، عم بسحب أنا مظبوط؟ هي هذه لما بكون ريتراكت إيش عم بعمل؟ عم بسحب مظبوط؟ فلما هذا بسحب هيك هذا تحت تنشن مضبوط؟ لما بضغط ايش بتكون هاي؟ كومبريشن. طيب التنسايل ستريس راح يساوي الفورس على الاريا مضبوط؟ الفورس كانت 4450 على الاريا ايش هي تبعت الرود؟ راح تكون الفرق بين هذول الاثنين مش هيك؟ اللي هي كانت 0.0254 تربيع في باي على 4. حتى احسب هاي والله شوف هذه الأربعة بتطلع فوق وهاي هون كمان أسهل بإيش بدي أقارن هذا الرقم هلا وين بدي أروح؟ إذا بتعرف إن هاي الرد مناسبة لهاي المساحة ولا لا؟
يلا يا شباب انتوا ماخذين سترينج. موديولس اوف الاستيستي بعطينا. لا لا قبل الموديولس اوف الاستيستي بدي التنسايل اليو تي اس مش هيك اليلد او اليو تي اس بدي اطلع مضبوط بدي اشوف انه طبعا ما بصير انا بس احسب ال 4450 لانه ممكن يصير في عندي دايناميك فورسز 8 ميجا 8 فاصلة 8 ميجا فاصلة اوكي المفروض انه الرقم هذا مريح جدا لانه هو الرقم الفعلي يمكن اعلى بكثير من هيك مش هيك 150 او شيء فهذا فيري فيري سيف يعني بس هو في فورسز ثانيه يمكن احنا ما حسبناها دايناميك فورسز واذا بدي اسارع الجسم بدي ادخل التسارع بعين الاعتبار اوكي فهذه بدي اطفي ياسمين